أمهاتنا في سوريا وأهل السنة في العراق، الله أكبر، الله يجزاك، وهن يرون الأبناء تحت الأنقاض، دور مخطر الأطفال، هذه والله هي الونة. ولا البهيمة ذي حقيقة يعني صحيح أنها أمهات الشهداء جنودنا البواسل، أيضا رجالنا يعني حقيقة ما نبي نقلب المواجع، لكن نسأل الله من مات منهم انه يجعله في الفردوس الاعلى ويرزق له الصبر والاحتساب. اللهم امين. وهذا درس بالمجال لنا فعلا، نستشعر مثل هذه المواقف. هذه البهيمه سبحان الله اللي تروح ثلاث ايام وهي ترجع على ولدها وتشمه وترجع وتشمه وترجع وهو بدون روح، فكيف بمن قهر ام ولدها وهو حي ما مات؟ مثل بعض الناس اليوم يا اخواني، والشيء بالشيء يذكر، ما أحصي من تتصل بي تقول أنا طلقني رجلي وخذ عيالي ولا عاد أشوفه. مصيبة. وش أسوي يا شيخ؟ عيالي قطعة مني. وأنا أقول للرجال اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله غيره في الغالب إلى 90% إن المرأة أصدق مشاعر تجاه الأولاد من الرجال وأقوى مشاعر، فنحن لا نخادع أنفسنا. صحيح الأب لا يرخص أبنائه، لكن لا تمنع الأم من أبنائها، لو في الأسبوع يومين، في الأسبوعين يومين. والله يا إخواني إني أسمع قصص تؤذن بعذاب على من فعل هذا، فعلا يحرمها والله بالثلاثة شهور بالأربعة شهور بالسنة، بل بالخمس سنوات ما شافت عيالها. وش الهدف تتوقع؟ الهدف ظلم عن جهية، انتقام، انتقام بسبب الطلاق لأي سبب. طيب يا أخي الله يقول وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، والحمد لله. وبعدين يا أخي هي ما هي مرتبطة بالمرأة، يا أخي لها العيال لهم جد ولهم خوال ولهم جدة يبون يشوفونه، ما هي بالأم فقط. يعني أنت الآن تقطع الرحم مع خوال عيالك بسبب عن جهيتك. أنا أقول لازم يتدخل الناس. يقطع أصلا يا شيخ اللي إذا طلق مثلا، طلق آل فلان يطلق من عندهم، قاطعهم كلهم، انا حتى عمه ولا خاله ما يجيه ولا خالته ولا والله. اذا طلق يطلق مره. قال لي ابو محمد عليه السلام مره قصه في الكواليس، يسمح لي ادرجها ينقلها عاد بامكانه، انا بقول الحروف وهو بامكانه يضع النقط عليها. يقول مره في رجال اطلق مره، يقول يوم جاي يسلم على عمه ما عاد يبغى يسلم عليه، واخوان المره ما عاد يسلم عليه. قال يا جماعه مصيبه، أنا بالنسبة لي يا جماعة ماني عدو، وهذا الطلاق يعني صحيح أبغض الحلال الله، لكنه سنة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعني ذكر أنه خير لها وخير، قد يعوض الله سبحانه وتعالى المرأة بخير منه ويعوض الرجل بخير منها، ما انتهت الحياة يا جماعة. يعني أنا أتعجب سبحان الله من بعض الناس إذا طلق طلق سبحان الله العلاقات حتى، وهذا ما يجوز. او تكلموا يا شيخ عن موضوع وصلت رسائل للاولاد، موضوع رسائل للاولاد يجعلوا الاولاد سبحان الله، نسال الله العافيه والسلامه، كبش فداء يعني يضحي بهم. يا جماعه انا اتمنى ان يعني لفته الابناء الان في المدارس عندنا اللي مطلقه هم سبحان الله كانها ميته، مصيبه من ناحيه هدامه، من ناحيه نفسيته، من ناحيه دروسه وواجباته، من ناحيه أشغاله اللي معه في المدرسة، من ناحية وسعته، ما هو السبب؟ أقول يا جماعة صدقوني إذا تصافينا وعشنا حياة أبو الدرداء مع أم الدرداء، قال يا أم الدرداء إذا غضبت فرضيني وإذا غضبتي رضيتك وبهذا يذم الود. وبعض الناس يبغاها ملكة يعني أوصاف في كل شيء، حورية، ما هو صحيح. وكذلك العكس، المرأة تريد الرجل فارس على حصان وفيه جميع الصفات، مو صحيح يا جماعة. يقول السبيعي جعله في الجنة ابن حيلان، يقول خذ من الزين ما تيسر وترك الشين بالجملة، وهو صادق يعني. وأنا أقول دائما وأطالب بدورات تعقد قبل الزواج لمعرفة حياة الزوج وحياة الزوجة والحياة اللي بيقبلون عليها، عشان نقلل نسبة الطلاق. ايضا قضيه انك تجعل عندك دفتر تكتب فيه الاشياء الحلوه في الملكه وليله الدخله والذكريات واول ولد والحمل والبشارات والهدايا والى اخره، والزيارات والمطاعم اللي رحتوا لها والسفريات، هذه اكتبها حتى اذا حصل ما حصل تقرا هذا الكتاب المعطر بالحياه الحلوه، عشان ايش؟
كن جميل، ترى الوجود جميل يخفف من وطأة. يعني أما حبة ولا برك، بعض الناس يا إخواني والله العظيم إذا أبغض أبغض بالجملة، ما هو بصحيح يا جماعة. أسأل الله أن يسعدنا وإياك. عندنا الشيخ الشيخ بعلق على النقطة هذه حقت اللي تقول الدورات قبل الزواج. نعم. إحنا عندنا جزاه الله خير.